آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من الفتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: والمراد بالغني غني النفس، كما سبق بالحديث الصحيح. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان استحباب العزلة، يعني الاعتزال والابتعاد عن الناس، وذلك يكون عند فساد الزمان وانتشار الفتن والخوف على الدين، فإن المرأة يفضل له أن يبتعد عن الناس ويعتزل الناس حتى يسلم بدينه من الفتن. أما إذا كان الزمان يعني فيه أناس خيرون وفيه صلاح قائم، فإن الأفضل للمرء أن يختلط بالناس وأن ينصح الناس وأن يبين للناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل حتى إذا كان هناك فساد في الزمان وكان يستطيع على القيام بأمر الله عز وجل، فإن الأفضل في حقه أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فدل على أن الخلطة أفضل لمن قوي عليها وقدر عليها حتى عند فساد الزمان. أما إذا لم يكن عنده قدرة ولا قوة ولا يسمع لقوله، وهذا يتصور عند الفساد بالكلية أو الغالب بحيث لا يسمع له أبدا، فإنه في مثل هذا الحال يكون الابتعاد عن الناس خير له، كما سيمر معنا في الحديث الصحيح. وقد ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ووجه الشاهد من هذه الآية قوله ففروا إلى الله، والفرار إلى الله يكون فرارا من المعاصي إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد. ومن ذلك ما فعله أهل الكهف الذين خلد الله عز وجل ذكرهم في كتابه في آيات تتلى إلى يوم القيامة، عندما كان زمانه زمان فتنة وزمان شرك، خرجوا واعتزلوا الناس حفاظاً على دينهم، فخلد الله عز وجل ذكرهم في كتابه العظيم إلى أن تقوم الساعة. فقال هنا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم ذكر الحديث، حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فالله يحب ويحب، والمسلم عليه أن يبحث عن محاب الله ومرضيه حتى يفعل هذه المحاب فيفوز بمحبة الله عز وجل. وإذا أحب الله عبده أدخله جنات النعيم. إن الله يحب العبد التقي العبد، وهذه من أعظم مناقب الإنسان أن يكون عبدا لله. أعظم ما يمدح به العبد أن يكون عبدا لله عز وجل، ولذلك أعظم ما يمدح به رسول الله أنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا أعظم ما يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحقيق العبودية لله هي أعظم المراتب وأعظم الشرف وأعظم المقاصد التي خلقنا الله من أجلها. فالله يحب العبد التقي الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى سراً وعلانية. الغني، المراد بالغني هنا غني النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم:
ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة الأموال، وإنما الغنى غنى النفس. الخفي يعني الذي لا يتطلع إلى ثناء الناس ولا يرائي بأعماله، وإنما يحب أن تكون أعماله خفية، أن تكون أعماله خفية. ولكن إذا ظهرت هذه الأعمال، إذا ظهرت هذه الأعمال للناس من دون قصد أنها تظهر منه، فإن لا شك أن هذا خير، بل إنه لو أظهر عمله لمصلحة راجحة فإن ذلك لا يعاب عليه، بل قد يكون فعله محموداً، بل قد يكون فعله هو الواجب والمتعين. ومثال ذلك لو كان عالماً والناس يحتاجون إلى علمه، فإنه لو أظهر علمه من أجل أن يسأله الناس أو أن يجلس إلى الناس فإن هذا محمود، لأن هذا من تبليغ دين الله عز وجل، وهذا الذي كان يفعله الأنبياء والرسل. فإذا مسألة الخفاء والظهور هي مسألة نسبية، ولكن الأصل في الأعمال أن تكون خفية. ولذلك بعض الناس بالغ اليوم في مسألة إظهار العبادة، فتجده إذا اعتمر صور، إذا صام صور إفطاره، إذا ذهب يمينا وشمالا لزيارة للأرحام أو غير ذلك صور ونشر ذلك، ماذا بقي لله؟ بل حتى بعضهم يصور قيامه لليل أو يوحي أنه يقوم الليل، كيف ذلك؟ إذا جاء الساعة الثانية ليلاً أو الساعة الواحدة أوتروا أو كذا من بعض هذه العبارات، كأنه يوحي للناس أنني أصلي الوتر. مثل هذه الأمور الإنسان لا يبالغ فيها، نعم ذكر مرة أو بين الحين والآخر، لكن أن يكون هذا هو الديدن، كأنك تشعر الناس أنك تفعل هذه العبادة وتفعل هذه الطاعة، لابد أن يكون هناك أعمال خفية، لأن الله يحب العبد الخفي. فالأعمال الصالحة الأصل فيها الخفاء، وإظهارها لا يكون إلا عند مترجح، يعني من أجل مصلحة راجحة أو مصلحة متيقنة، فإن كان كذلك فإنها تظهر. فالله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهنا وجه الاستدلال في ذكر هذا الحديث أن الله يحب الخفي، والذي يعتزل الناس حال الفتن وحال الفساد يكون عبدا خفيا، يكون عبدا خفيا، فلذلك الله عز وجل يحبه. هذا وجه الشاهد من ذكر النووي رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب. ونكمل إن شاء الله هذا الباب والذي بعده في الجلسة القادمة، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.